بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزلف الأول، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ليلى. جلد الإوزة أو البشرة الغير ملساء أو البشرة المحببة والخشنة مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات، وتظهر في منطقة الجسم التي تحتوي على بصيلات الشعر، لأن الشعر ينمو تحت الجلد مما يجعل منطقة الجلد تظهر بهذا الشكل. لذلك سأقدم لكم اليوم ماسك فعال لإزالة الحبوب والشعر تحت الجلد، ومن أول استعمال ستظهر النتيجة بإذن الله تعالى. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بلايك والاشتراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نبدأ على بركة الله. مكونات هذه الوصفة هي القهوة أو البن، ومن الأفضل أن تكون ذات جودة جيدة. نحتاج أيضا إلى ملح الطعام، نحتاج أيضا إلى الحليب أي نوع متوفر، ونحتاج كذلك إلى المكون الأخير وهو زيت الزيتون. نأخذ ملعقتين صغيرتين من البن أو القهوة، ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام، ونمزج هذه المكونات الجافة مع بعض. بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونضيف الحليب تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة. هنا بديل الحليب هو عصير البرتقال، يعني إذا كانت البشرة تتحسس من الحليب استعملي عصير البرتقال الطازج. نستمر في مزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة بهذا الشكل، يجب أن تكون متماسكة. أنا هنا استعملت ملعقة صغيرة، أنت ضعي في المقادير على حسب الحاجة. أما بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة، عند كل استحمام قومي بسكب الماء الدافئ على الجسم حتى تتفتح كل مسام الجسم جيدا، ضروري أن تتفتح المسام. ثم ضعي هذا الماسك على الأماكن المتواجد بها الحبوب والشعر تحت الجلد مع التدليك بحركات دائرية خفيفة لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بماء فاتر، وبعدها قومي بنزع الشعر بالطريقة التي تستعملينها في إزالة الشعر. بعد ذلك قومي بترطيب البشرة بأي مرطب أو بأي زيت، مثل زيت جوز الهند أو الفازلين أو زيت الأطفال، رائعة كذلك في الترطيب، وستلاحظين نعومة بالجلد. وبالاستمرار بهذه الوصفة مع كل استحمام ستتخلصين من هذه المشكلة بإذن الله تعالى. وهذه كانت وصفة اليوم، نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها وتستفيدوا منها ولو بالقليل، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.